السلام عليكم ورحمة الله أخوات، كديرين؟ لاباس عليكم، مرحبا بكم معايا في هذا الدرس. غادي نخدم فيه دقة دقة، غادي نشرحها مزيان دقة دقة. غادي اللي كيجي هذا الخليج هذا صعيب تدور المرمان، غادي نوريكم واحد الطريقة سهلة باش تدورو، ولكن هذه الطريقة اللي غنوريكم كتجي إلا كان الخليج رقيق، إلا ما كانش كيتخدم بالعراض عريض بزاف كتجي فيها الطريقة هذه كيدور يعني بواحد الطريقة سهلة. غادي نوريكم هذه الطريقة ديال هاد الوريدات، هادو راهم ساهلين غير بوريقة السبولة كنلاقيهم كيعطيونا وريدة بحال هكدا. بسم الله على بركة الله. غادي نبدا بدقة دقة هي الأولى، غادي نخدم الخطوط اللي جايين هكا بهذا الشكل هذا كاملين. بسم الله على بركة الله. شوفوا معايا البنات، دائما ملي كنركب السقلي بعدا كنزيرو شوية باش ما كيبقاش مرهوب، باش تجيني دقة دقة مزيانة وباينة. ما نركبش دقه على دقه، نحاول ما امكن انني ما نركبش دقه على دقه. كنمشي بالخياطه، دابا انا ماشي بالخياطه، كنفتح العراض هنايا كنبقى نوسع بشويه، كنبقى نوسع العراض، هذه هي اهم حاجه، كنبقى نوسع العراض بشويه حتى كنوصل لهادي، يعني كيكون عيني على هادي اللي خدمت قبل باش ما تركبليش وحده على وحده. لاحظوا معايا انا كنجي حتى لهنا الوسط ديال الاخرى اللي غادي نخدم، دابا هذا هو الوسط ديال الاخرى اللي غادي نخدم، كنفتح العراض شويه حتى كنوصل لهادي، حتى كيوصل الابره كتبقى تضرب لي حدا هادي، وديك الساعات كنمشي الساعات كنحرك المرمى. ما يكونوش كبار باش يجي الشكل ديالهم مزيان، يعني ما نفتحش العراض كامل. غادي نشرح العراض وانا خدامه، كنجي لهنايا كنفتح العراض كنوصل الغرزه اللي كنت خدمت قبل، يعني النص كنجي لهنا النص ديال الغرزه اللي غادي نخدم، كنبقى نفتح العراض شويه حتى كنوصل لهاد الغرزه اللي خدمت، وكنوقف كنوقف وكنجمع العراض. كما قلت لكم غادي نخدم اللي عندي كامل في هذا الاتجاه، عاد ندور المرمعه نخدم اللي عندي في هذا الاتجاه هذا. الا كنتي غادي تخدمي بالسقلي حاولي تزيري السقلي باش تبان لك الدقه زوينه، دقة ما كتبغيش السقلي يكون مرخوف. غادي نكمل كامل، لاحظوا معايا دابا كملت دقه دقه،
غادي نجي لهاد الحنيجر. دابا غادي نشرح لكم الطريقه ديال هاد الطريقه ديال تدوار المرمق هاد الحنيجرات هادو كما قلت لكم اللي كيجيو رقاق. هاد الطريقه هادي تسهل عليكم. غادي نجي حتى للراس ديال الحنيجر، لاحظوا معايا ملي تغلبك الدوره غديري هاد الطريقه هادي، كتجمعي العراد وكتجي لهنا كدوري شويه المرمق، كترجعي وانت كتحلي العراد، لاحظوا معايا. انا غادي نعاودها هنايا، يعني ملي كدوري المرمه ملي كتوقفي وكدوري المرمه كتبقاي غدا عند الطرز ديالك اللي خدمتي، وانت كتحلي العرض كتوصلي لهذا العرض هذا. لاحظوا معايا دابا انا وقفت ندور المرمه، كتغلبني الدوره انني ندور المرمه، كنمشي واحد المسافه وكنوقف كندور المرمه ديالي وكنبقى راجعه عند الطرز ديالي، وانا كنفتح العرض بشويه حتى كنوصل للعرض هذا اللي انا خدامه فيه. البنات هاد الطريقه هادي كتجي زوينه غير في هاد الخنيجرات اللي كيجيو رقاق، حيت ملي كيكون الخنيجر عريض كيبان داك الفرق ملي كتمشي وترجعي. بحال مثلا ما عرفتش واش يكون واضح ليكم ولا لا، مثلا هنايا انا درت لاقيت، يعني مشيت واحد المسافه ورجعت بحال اللي كنوريكم هنايا، راه الغرزه وحده غاده هكذا وحده غاده هكذا، يعني واخا راهم مقادين راه الغرزه كل وحده فين غاده. ملي كيكون الخنيجر عريض كتبان ديك كل دقه غاده في اتجاه، يعني هاد الطريقه هادي كتجي زوينه غير في هاد الخنيجرات هادو اللي كيجيو رقاق، وهي كتسهل تدوار المرمه. هنايا راه عندي ملاقيه غير هي ما كتبانش لانه الخنيجر رقيق. لاحظوا معايا بالنسبه لهاد الوريدات هادو، هادي وريقه سبوله وغادي نخدم وريقه سبوله، خصها تجي فوق من هاد التحتاني ديالها باش تجيني على شكل قلب. معايا في الراس مفرقين وريقه السبوله وفي التحت مجموعين، غادي نخدم هذه اللي التحت. وغادي نخدم هذه، لاحظوا معايا وريقه السبوله كنجمعهم التحت كيعطوني بحال قليل، كتجي هاد البيتيلا هادي بحال قليل.